قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتمة الأدلة على أن العبادة لله وحده. تنتقل بنا الآيات، آيات القرآن الكريم المنزلة من عند ربنا تبارك وتعالى، إلى البحر وما خلق لنا في البحر، وأيضا إلى المظاهر الجيولوجية العلمية، حتى نستعمل عقلنا ونستنتج أن الله تبارك وتعالى رحيم بنا، يريد أن يحررنا من العبودية لغيره لئلا نقع في الذل والمهانة والعذاب الأليم في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله هو الغفور الرحيم. وهو الذي سخر، التسخير إذن ما خلق البحر وأعطاكم إياه، لا، سخره لمصالحكم. ماذا في البحر؟ أولا أيها الإخوة، ثلثي الكرة الأرضية ماء، وهذا الماء مالح وهو ماء البحر، والماء الحلو هو ماء الأنهار، مرج البحرين يلتقيان، ماء الحلو وماء المالح. فالماء المالح من حكم الله تبارك وتعالى جعله مالحا، لأن الملوحة تقتل كل الميكروبات بأنواعها المختلفة. ولو أن مياه الأرض اللي هي ثلثين كرة أرضية ماء حلو لأنتنت الأرض، هذه واحدة. والواحدة الأخرى، ماذا خلق الله في هذا البحر؟ خلق لحما طريا، لحم الأسماك، وسماه طريا لأن هذا اللحم يفيد الإنسان، وفيه الفسفور وفيه أشياء وفوائد كثيرة من فوائد اللحوم الأخرى، ولا يوجد فيها عسر الهضم الموجود في اللحوم الأخرى. اللحوم الأخرى للإبل والبقر والغنم لحوم، إن سألتم علماء التشريح، العضلات فيها الخيطية أو يعني فيها قسوة وشدة، وتحتاج إلى يعني إفرازات معينة في الهضم، جل حكمة الله، يفرزها الله من معدة الإنسان. ولكن السمك طري لا يوجد فيه ألياف، فسماه الله لحما طريا. انظروا يا إخواني، انظروا إلى الإعجاز القرآني، كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن لحم السمك لا يوجد فيه ألياف، واللحوم الأخرى أيضا مسخرة للإنسان وفيها ألياف، فهذا طري وتلك ليست طرية. وتستخرجوا أي منه من البحر حلية تلبسونها، اللؤلؤ والمرجان. وترى الفلك أيضا البحر اللي بين من منطقة والمنطقة من اليابسة آلاف الآلاف كيلومترات، فأنتم أيها الناس خلق لكم بهذا البحر طرق، فسخر لكم الفلك، السفن والبواخر، وترى الفلك مواخر فيه أي تشق مخر عباب الماء، أي تشق الماء بصدرها. السفينة الله سبحانه وتعالى علم الإنسان صنعتها بأن تكون محدبة من الأمام، فعندما تمشي كأنها تشق الماء وتسير، فيقال مخرت عباب الماء. وترى الفلك أي السفن الكبيرة الآن والأصغر قديما مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، تبتغوا من الرزق، تنقلون الأرزاق من مكان إلى مكان عن طريق البحار وفوق الأنهار.
وترى الفلك مواخر فيه ولعلكم تشكرون. إرادة أن تشكروا الله على ما سخره لكم من النعم والمتع، تركب في السفينة في الباخرة وتتمتع بمنظر المياه ومنظر السفينة التي تشق بك عباب الماء. وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا شامخات، رواسي أن تميد بكم، أي أن تتحرك وتضطرب. يقرر بعض علماء الجيولوجيا المختصون أن هذه الجبال ثوابت راسية ثابتة، لأن القسم اللي في باطن الأرض من صخور هذا الجبل أكثر مما خرج وظهر من الأرض. فائدة الجبل أو الجبال في الأرض وزن حركة الأرض. ثبت علميا أن الأرض تدور كما تدور كل الأفلاك، وكله في فلك يسبحون، ففي دورانها وفيها ماء وفيها انخفاضات وفيها مرتفعات لمصالح الإنسان، فيها سهول وفيها هضاب وفيها مرتفعات، فهذه في وضعها قد تحدث فيها شيء من الاضطراب ولو كان هناك اضطراب في الأرض. زلزلة بسيطة في منطقة من المناطق والعياذ بالله تعالى تهدم الدنيا أكبر وأعظم من قنابل ذرية. فكيف بالأرض كلها إذا اهتزت لا تصلح لحياة الإنسان؟ من الذي أرساها وثبتها أثناء حركتها فتتوازن؟ قال تعالى والجبال أرساها، يعني ثبتها. وهنا قال والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي أن تضطرب أثناء حركتها وسيرها فتتزن حركتها. وأنهارا، جعل في الأرض أنهارا وسبلا طرقا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات، العرب تقول للجبل علم، المكان المرتفع علم. لماذا سموه علم؟ لأنه نقطة علامة تدلهم على الطرقات، يقول له تذهب شمال ثم تجد مرتفع أو تجد وادي، تنعطف إلى الشرق أو تنعطف إلى الغرب، من الشمال إلى الغرب، فهذه يسمونه علامات. والعلامات الجبال والمرتفعات. وعلامات، أي جعل في الأرض معالم تستدلون بها إلى الأماكن التي تقصدونها وتتعرفون على الطرق التي توصلكم إلى أهدافكم. وبالنجم هم يهتدون، عندما يكون ليل ولا توجد معالم في الأرض تميزونها، هذا المرتفع وهذا المنخفض، تنظرون إلى النجوم فتعرفون الشرق من الغرب فتهتدون بطرقكم. النتيجة التي يصل إليها العقل الإنساني الذي يفكر، العقل الإنساني الذي يستجيب لما يذكره الله في القرآن ويفهم ويعي، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق لكم هذه الأمور التي أنتم تعيشون فيها بسعادة وطمأنينة وتنتقلون في الأرض من شرقها إلى غربها عن طريق البحار أو عن طريق الجو كما أشارت الآيات السابقة، ويخلق ما لا تعلمون. هذه التي خلقها الله لكم وسخرها لكم عن طريق عقولكم أو ما خلقه في عقولكم وما خلقه لكم، هذا الذي يخلق كمن لا يخلق شيئا من معبوداتكم، معبوداتكم البشرية إن كنتم تطيعون فرعون من فراعنة الأرض المتسلطين في الأرض، أو تطيعون إنسانا بشكل غير مباشر من وراء شعار أو صنم يقدسونه فيكون التسلط العبودية لهذا الإنسان من وراء هذا الشعار ومن وراء هذا الصنم. هذه الأشياء والأصنام والأشخاص لا تخلق فلا تصلح للعبادة، وطاعتكم لها ضياع وذل ومهانة في الدنيا وخسارة كبيرة في الآخرة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تتعظون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هنا جاءت بالإفراد والمراد بها جنس النعمة، فنعم الله التي لا تعد ولا تحصى لا تستطيعون أن تحصوها. إذا انتقلت إلى نفسك، نعمة البصر، لو ذهب رأيتم من ذهب الله بسمعكم وأبصاركم، راح بسمعك عايش في الدنيا ما تسمع شيء ولا تعي ولا تفهم ماذا يحصل. إذا ذهب البصر كأنك عايش في ظلام دائم، لا تدري ماذا يمر أمامك، لا تقدر الخير من الشر، الجميل من القبيح، النور من الظلام، عايش في ظلام. هذه نعمة من نعم الكثيرة في نفسك وفي خارجك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
إذا زلت قدمك وانحرفت انحرافا بسيطا فعصيت الله وأطعت غيره، هذا أن عدت إلى الله غفر الله لك لأنه رحيم بك، ما خلقك ليعذبك، يعلم الله ضعفك ويعلم أنك قد تخطئ. أما أن تصمم على الطاعة والعبودية لغير الله من الأهواء والشهوات أو من فلان أو من علان فهذا ما لا يغفر لك، فانتبه الموت سيأتيك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.